إخوان، السلام عليكم. اليوم الإخوان قطعت الإخوان هاد القارورات هادوهم كما كتشاهدوا بسبب الإخوان هاد الجو هذا الحار في المنطقة ديالنا هنا في قصر كبير. كنظن بزاف ديال المناطق في المغرب الإخوان راه كاينة الحرارة بزاف. قطعت الإخوان هاد القارورات هادوهم وغنعمرهم إن شاء الله جميع الطيور او اي حيوان بسبب هذا الجو هذا باش يشربوا الاخوان فيهم. هانتوما قطعتهم على الشكل هذا هويا، وغنعمر فيهم الاخوان الماء ونقدمهم الاخوان الطويرات. هانتوما كما كتشاهدوا سطال المعامر، الجو هذا الاخوان حار، الطويرات مساكن تكون عليها معطاش، يعني اي دابة على الارض نهار اخوان طيب مساكن ما كيكون قليل في الحرارة هذه. كنتمنى الاخوان تقوموا بهذه التجربة هذه لله في سبيل الله، ما خسر والو اخي. انت الطريقة سهلة، تلقى النينات بحال هادو كونوا صحاح قطعهم بحال هكا على التشكيل هذا هو، وان شاء الله ما يكون على خير ومع الطويرات اي حيوان دايز على الارض مع الطوارئ. انتم الاخوان كيف ما كتشاهدوا احنا عمرناهم، دابا الاخوان غنفرقوهم على البلايص. نخليكم معايا، نحطوهم الاخوان تحت هاد الشجرة تحت الظل، ضروري اخوان الظل على حساب باش الماء ما يسخنهمش يضرب فيه الشمس. حطو تحت شي بلاصه فيها الظل. انا حطيت تحت هاد الشجره هادي، وانا متاكد ان شاء الله بزاف ديال الطويرات غينجاو بهاد الطريقه هادي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. المهم بقنا هادي الاخوان عاوتاني نخليه هنايا. انتما كيما كتشاهد هاد البلاصه فيها الظل، بغيت الاخوان هاد الفيديو الماكسيمو تبارطاج، هذا بغيت الفيديو هذا يتبارطاج مزيان على الجد. هادي الاخوان عاوتاني حطيتها مع هاد جنب الحيط هدا. نتوما الاخوان تعاونوني على بارطاج باش ان شاء الله كلشي يعرف هاد التجربة هادي ويطبقها. سهلة الطريقة الاخوان، وشوفوا ديك الساعات ان شاء الله شحال نقضوا من طائر ومن حيوان. كنتمنى الاخوان يعجبكم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله مازال نزيدو نديروا الخير. ثاني الاخوان هاد البلاصه دي عمرتها بالماء، اي قاروره عندك خاويه خا يستعملها، قدم الطويرات يشربوا.